اعتداء مسلح جديد في ديالا، منتسب في الشرطة وزوجته ونجلهما يفارقون الحياة فيما يصاب ابن آخر بجروح إثر اقتحام مسلحين منزل العائلة وقت السحور عند الساعة 4 فجرا في منطقة التحويلة شرقي الخالص، وإطلاق النار على أفرادها وإحراق جزء من المنزل قبل أن يهربوا إلى جهة مجهولة وفقا لذوي الضحايا. طلعنا نركض لقينا ابنهم مضروب بيده وبره بالباب، شاكو قال اهلي انقتلوا. طبينا نركض لقينا نار مشعوله عاليه كلش. ركضنا على النار قال اهلي جوا مقتولين. طبيت على ابو، طبينا احنا 4 5 تقريبا. ولد عمه طبينا عليه لقينا ابو مقتول بمكانه طالقه مسدس. طبينا على الاستقبال لقينا ابنه بالاستقبال هم مقتول. طلعنا برا لقينا زوجته هم مقتوله هم براسها. منطقة الاعتداء زراعية ومحصنة أمنيا ومجتمعيا، لكن الجنات بحسب ذوي الضحايا هربوا باتجاه الأراضي الزراعية المفتوحة خلف المنزل المستهدف. أما دوافع ارتكاب الجريمة فتخضع لتحقيقات الأجهزة الأمنية. زوجته لحقتهم لأن لقيناها مقتلة برا، ما معقول قتلوا مصطفى وبعدين لحقتهم وقتلوها ورجعوا على مقتدى. لا، قتلوا مقتدى وبعدين قتلوا مصطفى أخويا، بعدين زوجته لحقتهم ظهر عرفتهم فقاتليها برا لقيناها. طبعا عندنا هاي يعني ارض زراعيه مفتوحه، من هاي الارض الزراعيه لان اكو درج مخلى، درج ما كان موجود يعني قبل. ابنه قال هذا الدرج مخلى وعابرين السياج بالدرج. هذا الاعتداء هو الثالث من نوعه في منطقه التحويله بعد مجزرتي الببالي والتشيايله، ما يرفع سقف المطالبات باتخاذ إجراءات أمنية حازمة تسهم بالوصول إلى الجناة وتقديمهم للقضاء وتعزيز أمن ديالا في الوقت نفسه. علي العنبقي، يو تي في.